النهارده هنعمل مع بعض الكريب بطريقه سهله جدا وبسيطه زي المحلات بالظبط، اطعم وانضف وصحي وجميل. يلا بينا نبدا مع بعض. المقادير زي ما احنا شايفين: كوبايتين دقيق، كوبايتين لبن، بيضتين، نص معلقه ملح، عليها شويه فلفل اسمر، والميه دي هنستخدمها هنزود بيها العجينه لو احتاجناها نظبط قوام الكريب. هنشوف كده واحنا مع بعض هنعمل بالميه ايه. زي ما احنا شايفين كده بنحط الدقيق في البوله بتاعتنا، نحط البيضه التانيه، هنحط الملح والبهارات. ايه، هنبتدي نقلب بالراحه كده. بس احنا كده المفروض ان احنا قلبناه كويس، هننزل باللبن ونبتدي بقى نضرب بالمضرب بتاعنا يدوي او كهربائي المتاح عندنا. هننزل باللبن كوبايه، كوبايه تانية، هنبتدي بس نضرب بالمضرب كده بالراحه واحده واحده وبعدين نشغله. هنشغل المضرب بتاعنا، خلاص ضربنا. هنشوف بقى ده القوام اللي احنا عايزينه ولا ايه. هو انا بالنسبه لي القوام تقيل لسه، هحط عليه بقى نص كوبايه ميه كده واضرب واشوف. هحط نص كوبايه الميه، هسيب شويه الباقيين واشوف هعمل ايه بالظبط. هنضرب بقى، هو انا هقعد اضرب لحد ما اتاكد ان مفيش اي كتل ولا كلاكيع كده في الكريب عشان يطلع معانا كريب حلو ان شاء الله. هو انا كده خلاص خلصت، هو ده القوام اللي انا محتاجاه. العجينه جميله اهي، مفيش اي كلاكيع ولا اي حاجه. هنروح بقى في الطاسه بتاعتنا عشان نعمل رغيف الكريب بتاعنا، هوريكم بالطريقه ازاي. دلوقتي انا ولعت على الطاسه وحطيت فيها نقطه زيت بسيطه ووزعتها. هننزل بالعجينه بتاعتنا ونشوف هنعمل الكريب ازاي. هنملى الكبشه بتاعتنا كده او المقدار المناسب وننزل كده اهو، وهنبتدي بقى نوزعه بالراحه خالص. يعني احنا بنتحكم في حجمه بناء على الطاسه بتاعتنا، بنتحكم في الحجم بتاعه. انا هبتدي افضل اعمل كده شويه لحد لما العجينه كلها تمسك بالشكل ده. هو انا مش هلطه خالص، هيبتدي من الاطراف يطلع لفوق كده. اول ما يبتدي ينقلب للناحيه التانيه هعرف ان هو استوى واقلبه على طول. اهو ابتدى اهو يطلع، شايفين اهو اهو ابتدى اهو. هقلبه كده بايدي او باي حاجه، تمام كده. هسيبه برضو يستوي من الناحيه دي، اهو خلاص كده استوى من ناحيتين. هنشيله بقى ونعمل يعني من الناحيه دي اهو استوى ومن الناحيه دي استوى. هنبتدي بقى نحط الكميه بتاعتنا كلها ونخلص الحشو بتاعنا كله. هو انا دلوقتي عملت كل كميه الكريب بتاعتي اهي زي ما احنا شايفين، عملوا معايا حوالي 6 رغيفه، هما بيعمل من 5 ل 6 رغيفه. هنبتدي بقى نظبط الحشو بتاعنا واوريكم مقادير الحشو معانا. هو انا دلوقتي الحشو بتاعي بسيط جدا، الوجبه ممكن استخدمها فطار او عشاء. بطاطس متحمره وده جبنه موتزاريلا على جبنه رومي، واوريكم نعمل الساندوتش ازاي ونحشيه ازاي. احنا هنجيب الرغيف بتاعنا كده، هنتنيه من هنا ونبتدي نحط شويه برده موتزاريلا. ممكن بقى نحط موتزاريلا من تحت وممكن ما نحطش، يعني زي ما احنا حابين، بس هو لازم نحط من فوق. هنحط بقى البطاطس بتاعتنا كده اهو، او الحشو اللي انا عايزه احطه زي ما قلنا، تمام. وهبتدي برضو انزل عليها بالجبنه الرومي على الموتزاريلا بالشكل ده، وابتدي اقفل الحشو بتاعي. حابه احط بقى كاتشب، حابه احط طحينه، الحاجه اللي انا بحبها احطها. ده برضو هنحشيه بس بطريقه تانية، يعني هنعمل الرغيف كده مش هنعمله زي المره اللي فاتت، هنعمله كده. وبنبتدي بقى نحط الحشو بتاعنا البطاطس وعليها الجبنه، تمام، بالكميه اللي انا عايزاها طبعا. واروح جايه قافله كده وابتدي اخده بقى احطه في الطاسه. احنا كده هنحط بس شويه زيت ونوزعهم، تمام، على نار برضو متوسطه. وهننزل بقى بالكريب بتاعنا دلوقتي. هنبتدي نحط الكريب كده ونسيبه بقى لحد لما الجبنه تسيح وهو يتماسك. نحط الرغيف التاني، هعمل باقي السندوتشات ووريكم بقى الطريقه ايه. هبتدي برضو اضغط كده كل شويه علشان الجبنه تمسك في الحشو بتاعي اللي هو البطاطس. هقلبها بقى دلوقتي على الناحيه التانيه عشان تاخد اللون والجبنه تسيح برضو كده. بقى هبتدي اطلعه، هو خلاص اهو من الناحيه دي اتظبط اهو. هحطه بقى في الطبق بتاعنا واعمل باقي الكميه ووريكم الشكل النهائي في الاخر. وده الشكل النهائي بتاعنا للكريب، اهو الكريب متماسك ازاي والجبنه سايحه ازاي، شايفين اهو. اتمنى الوصفه بتاعتي تعجبكم، وقابلكم في وصفات تانية ان شاء الله احسن واحسن.